لطالما أصبح موضوع القوانين الجدلية والخلافية بنظام السلة الواحدة، فإن أمواج المحاصصة لم تتوقف باصطدام تمريرها داخل قبة البرلمان. قوانين شائكة ومعطلة تضع رئيس البرلمان الجديد بوجه المدفع بعد وصولها إلى طريق وعر يسير بنظام الطائفية السياسية. من وجهة نظري كمراقب لشأن السياسة، أن يكون القانون بمفرده حتى يأخذ مدى أريحية كبيرة، يعطي يعني قدرة للنائب بعملية المناقشة والمداولة. السيد المشهداني الآن يتعول عليه الكثير من القوى السياسية بأن يعمل على تصحيح هذه النظرة. ويعتقد مختصون أن حشر التشريعات الخلافية برزمة واحدة سيعمق الخلافات بصورة أكبر، مؤكدين ضرورة بذل المزيد من الجهود في معالجة تصويب محتوى القوانين بالأسس التشريعية الرصينة للتوافق مع مصلحة البلد بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. السلة الواحدة تؤثر وتؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، لأنه هذا القانون يستدعي 3 أشهر من النقاش، وذاك يستدعي 5 أشهر، وهذا القانون لا تريد هذه الكتلة وهذا الكتلة إلى أن يتفقون. هذا يعطينا مدلول على أنه الديمقراطية لا زالت تتعثر. أهم القوانين للمواطن يطالب بها ممكن قانون الأحوال الشخصية اللي خاص بالأخوة الشيعة، وهذا قانون ينظم حياتهم بالأحوال الشخصية، وهذا جدا مهم حقيقة. القانون الآخر هو قانون الحشد الشعبي وتقاعد المجاهدين في الحشد الشعبي، هذين القانونين جدا مهمات. إذا ما كان هناك تصويت وتقنين وشرعت هذه القوانين بالنتيجة راح تخدم المواطن العراقي. انتقادات شعبية لنظام السلة الواحدة في تشريع القوانين التي تعزز المصالح السياسية بعيدا عن المصالح الوطنية، بالوقت الذي يترقب فيه الشارع العراقي تمرير تلك القوانين لحاجتهم الماسة لها. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. سلة واحدة صارت ورث عند مجلس النواب دورة بعد دورة. هاي السلة مخصصيها لأكثر الملفات جدل ومساس بحياة المواطنين وحتى علاقاتهم العائلية مثل قانون الأحوال الشخصية، لحد ما صار ملل عند المواطن. والسلة بكل مرة تؤخر حال البلاد والعباد، وإما تمر بكل ما بيها أو تعود بكل ما تحمل، والقوانين بين السياقات والقراءات باقية حبيسة هذه السلة، حتى صار عرف سلبي بالعملية السياسية. فكيف الخلاص من هذه السلة؟ ومتى تأخذ القوانين مساراتها الصحيحة في القبة التشريعية وخصوصياتها القانونية؟ ومتى يصفو مناخ العراق السياسي؟ وعلى طار المناخ، فاض الشوارع بغداد والمحافظات بأول موجة أمطار لهذا الشتاء. جميع التقارير العالمية تشير إلى تغيير مناخي وسنوات ممطرة، فهل البنى التحتية مستعدة لهذا التغيير؟ وما هي الخطط الموضوعة وكم المنجز منها؟ أهلا بكم. ملفنا الأول راح يكون عن آلية السلة الواحدة في تمرير القوانين في القبة التشريعية، وأرحب بضيوفي لهذا اليوم الأستاذ عماد المسافر المحلل السياسي. حياك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب وعبر سكايب بالشيخ غسان العيثاوي السياسي المستقل من الأنبار. حياك الله. مرحبا بكم بقناة. أهلا وسهلا. أستاذ عماد، أبدأ معك، ممكن تحدد لنا سلبيات السلة الواحدة وإيجابياته إذا كانت بها إيجابيات؟ شكرا جزيلا ست فرح، تحية لحضرتك وللضيف الكريم ومشاهديكم والأكارم.
يعني حقيقة تعودنا أنه داخل مجلس النواب هناك حزمة من القوانين تنتظر التشريعات، وخصوصا أن هذه الدورة النيابية هي الدورة الأقل نتاجا أعتقد عن سابقاتها من بقية الدورات لظروف عديدة مرت بها. هذه الدورة محاولات أن تكون القوانين في سلة واحدة أعتقد هذه هي تعود لإدارة هذه الجلسات، خصوصا أن إذا كانت هناك قوانين جدلية وهذه القوانين تحتاج إلى أن يكون هناك نصاب، عادة ما يكون هناك إخلال بالنصاب داخل مجلس النواب، وهذا يعني يؤثر سلبا على عقد جلسة. هي إدارة الجلسة إذا كانت تتفق وياه الموضوع يدار بين اتفاقات بين الكتل السياسية، يتفقون الكتل السياسية ويكون السلة الوحدة شكلية بالقبول أو الرفض، مرر لي هذا القانون وراح أمرر لك هذا القانون، فشال هي إدارة الجلسة؟ لا أبدا، هو خليني أقول أنه قضية عدم وجود ثقة تقريبا بين الكتل السياسية، يعني ما أعتقد أنه الكتل السياسية تثق كثيرا ببقية كتل سياسية لها موجودة بهذه العملية السياسية. إذا يقول له تعال بهذه الجلسة مرر لي قانون الأحوال الشخصية وأني بالجلسة القادمة سأمرر لك قانون العفو، مو هاي الطريق، مو بهاي القضية الوردية اللي نتخيلها، الكل لديه سوء الظن بالآخر. ليش؟ نتاج على شنو؟ نتاج وين صار سابقا؟ هذه القوانين جدلية، حتى مثلا نقدر نبني عليه. هذه القوانين جدلية تحتاج إلى توافق، هذا التوافق ما دائما يحصل، فقضية أنه جمع هذه القوانين بسلة واحدة حتى يتحقق نصاب على الأقل، متى ما تحقق النصاب بإمكان الكتل السياسية داخل المجلس. هذا مو أداء تشريعي، هذا مو أداء رقابي، هذا أداء كتل سياسية في مجلس النواب، تحت مرر لي هذا القانون راح أمرر لك هذا القانون بما يخدم جمهورهم. أستاذ عماد، نعم، ودائما هذه إحنا ليش نقول قوانين جدلية؟ مو كل القوانين تحظى بإجماع. خليني أضرب لك مثال، بس مو قانون، قرار بعد استهداف الشهيد سليماني والشهيد قاسم سليماني، تم عقد جلسة داخل مجلس النواب من أجل قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق، لم يحضر الأخوة السنة ولم يحضر الأخوة الكرد في قرار مصيري مثل هكذا، ما حضروا، لديهم وجهة نظر بهذه. كيف إذا كانت بقية القوانين قوانين قانون جدلي. الأحوال الشخصية قانون، وين وجهة نظر هسه السنة والأكراد؟ القانون خاص بالشيعة، ليش لازم يمرر ولازم يمرر بالمقابل قانون العفو؟ لأنه يحتاجون النصاب داخل مجلس النواب. فقط النصاب؟ طبعا، هسه بغض النظر عن بعض الشخصيات، ممكن شخصيتين داخل المكون السني أو شخصيتين من قبل الأخوة الأكراد لديهم اعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية، لكنه ما يحتاجون نصاب. قانون العفو فيه ثغرات كثيرة وكبيرة ممكن مناقشتها، النقاش أنا أقول ست فرح هو يعني يفترض أنه ما تكون مقاطعة لجلسات مجلس النواب، أنت جنابك نائب وعندك نقاط مهمة جوهرية تعتقد أنه هذه النقاط لازم ما تنوضع، المفروض تحضر تناقشها. زين ليش ما يحضر؟ ليش يقاطع؟ ما يحضر لأنه أكو قرار كتلة سياسية بمقاطعة الجلسة. إذا النائب رهين الكتلة السياسية. طبعاً رهن الكتلة السياسية توجه النواب بأن تحضر هذه الجلسة أو لا تحضر. أستاذ غسان، إحنا شو كنت راح نغادر يعني عرف السلة الواحدة، مرر لي هذا القانون أمرر لك هذا القانون، متى سنغادر؟ وهل بالفعل هنالك انعدام للثقة بين الكتل السياسية؟ في البدأ سيد فرح، شكرا لكم ولقناة الكريم، والشكر موصول لضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. لا محالة أن العملية السياسية هي تقوم على أساس التوافقات والنقاشات، ولا تأتي من فراغ لجلسة معينة حقيقة ومن ثم يعرض قانون أو قانونين أو هكذا، وإنما كل العملية السياسية برمتها منذ عام 2004 ولحد هذا اليوم الذي نتكلم به كلها قائمة على أساس التوافق ما بين القوى السياسية الكبرى التي تتشكل من إثرها الحكومات، سواء الحكومات السابقة أم الحكومة الحالية. كل القوانين حقيقة التي تطرح لتشريعها في البرلمان
العراقي تقوم على أساس التوافقات. وإذا نظرنا إلى جانب لا محالة، هنالك شيء سلبي وشيء إيجابي. الشيء الإيجابي حقيقة حتى يفهم المشاهد الكريم أن القوانين التي تمر هي لا محالة لكل جهة أو لكل ممثلي مكون، يعني لديهم قوانين معينة يحتاجون الطرف الآخر لتمريرها. لذا ترى أن العملية السياسية في إثرها هي عملية توافقية بامتياز. وخير دليل على ما أقول أن اختيار رئيس البرلمان السيد الدكتور محمود المشهداني لم يأتي من فراغ، وإنما أتى بعد التوافق. أستاذ غسان، المشكلة ما بين القوى السياسية الكبرى التي تسلسلت من إثرها العملية السياسية، ولا محالة هذا يندرج تحته كل قانون يدرج تحت. وضحت الفكرة، بس اسمح لي أناقشها ويا حضرتك. كلهم لديهم جمهور ينظرون إليهم. بس اسمح لي أناقشها ويا حضرتك. هسا المشكلة مو بالتوافق، التوافق أصبح عرف سياسي بعد العام 2003 وإحنا متعودين عليه. لكن سؤال لحضرتك، ما ينفع توافق على تمرير قانون واحد، يقعدون السنة والأكراد والشيعة ويمررون هذا القانون واحد حتى تكون دراسته مستفيضة، فاهمين المشروع شنو، النواب قاري بطريقة صحيحة؟ ليش حشرون مع الناس عيد؟ أنا مدى أفهم السنة مرر له هذا القانون، الشيعة مرر له هذا القانون، والأكراد مرر له هذا القانون. يعني ستفر حتى نكون منصفين ويكون النقاش يعني واقعي وحقيقي على أرض الواقع. يعني أغلب القوانين لم تأتي وليدة الساعة. يعني أنا مو اليوم مثلا جيت أنا وأستاذ عماد اتفقنا في الساعة ساعتين قعدنا، وأستاذ عماد قال أنا أريد القانون الفلاني، أو الشخص المتكلم قال أنا أريد القانون الفلاني. وإنما هنالك قوانين متراكمة في البرلمان العراقي تحتاج إلى تشريعات. بالعكس، يعني الذي أرى أن هنالك الكثير من القوانين قد تأخر تشريعها، وهذه القوانين موجودة في اللجان النيابية. لم يعني القانون يعني مو فد وقت معين ومن ثم يعرض، وإنما الذي أراه كل لجنة مختصة بقانون تدرسه دراسة مستفيضة، يعني مع كل، طبعا هذا لا محالة، مع كل الشركاء أو زي ممثلي العمل. خلي أكون وياك أوضح أستاذ غسان، أن أغلب القوانين هي مدروسة من قبل الكتل السياسية، ولذا تعرض بسلة واحدة لتمريرها، وليس كما يعني يلاحظ أن الغاية من ذلك هو تمرير هذا القانون مقابل هذا القانون، الذي أرى أنا ليس بهذه الصورة السوداوية، وإنما هو اتفاقيات سياسية معينة. طيب، مو صورة سودة، خلي أبسط لك إياها أكثر وأعيد السؤال بطريقة أخرى. إذا مرروا قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون الأحوال الشخصية بدون تمرير قانون العفو العام كجهات وكتل سنية سياسية، هل ستمررون قانون الأحوال الشخصية بدون ضمان تمرير قانون العفو العام؟ يعني الذي أراه الآن حقيقة أن القيادات الممثلة للمكونات بمختلف أطيافها حقيقة هنالك جدية حقيقية على أرض الواقع ما بين ممثلي المكونات للمضي قدما حقيقة لتمرير أغلب القوانين. مثلا إذا مرر حقيقة قانون الأحوال الشخصية، لا محالة ستكون هنالك سواء بهذه الجلسة التي تعقد مثلا أو في جلسة أخرى سيمرر قانون يعني جميع أطياف الشعب العراقي. أحنا المشكلة ست فرح حتى نوضح للمشاهد الكريم، يعني الذي نلاحظه أن مثلا أتكلم أنا كغسان العثاون محافظة الأنبار، يعني الصورة المنقولة للمشاهد الكريم أو للشعب العراقي أن العفو العام هو يعني المكون السني، ولكن هو في الأساس هو العفو العام. لكن أستاذ غسان، المكون السياسي السني يعني لا بس اسمح لي وضحت فكرتك، هنالك عمليات وهنالك قضايا أخرى
كل الشعب العراقي يعني مشمول بها. يعني هسه عن المعروف لدى الشارع ان مثلا العفو العام هذا قرار سني، انا ارى خلاف ذلك. اي بس اسمح لي استاذ غسان، هو انتم اساسا كمكون سياسي سني انتم متهمون بالاتجار بقانون العفو العام، تستخدموه فقط للدعايه الانتخابيه. وباختصار حتى ارجع للاستاذ عماد. لا هذا الكلام ست فرح حقيقة، هذا اتهام خطير وواضح المعالم. يعني لست أنت وإنما من يقول التجارة بهذا القانون. القانون حقيقة هو قانون ليس سهل. يعني تعرف قناتكم الكريم وأستاذ عماد وباقي المشاهدين يعرفون أن هذا القانون هو قانون حساس جدا، به نقاط حساسة تحتاج إلى دراسة. والقانون لم يأتي من فراغ، حتى القانون ست فرح رفع من قانونية مجلس الوزراء. يعني القانون أنا يعني ما جبت اليوم بالشارع وقلت يا مجلس الممثلين. وضحت الفكرة، وضحت الفكرة أستاذ غسان. طيب وإنما أتى بإطر قانونية من مجلس، من قانونية مجلس الوزراء تم تدقيقه وتمحيصه، ومن ثم رفع إلى وضحت الفكرة. طيب فقراته ونقاط الخلاف ونقاط الاتفاق. طيب أستاذ عماد هذا بتقديري وضحت الفكرة، وإنما هذا طبعا مطلب جماهيري عراقي لكل العراقيين. أستاذ عماد ليش أكو هذا الانقسام على قانون العفو العام؟ بعض الفقرات وصفت بأنها خطيرة، وليش إحنا ما عندنا مصطلح تفريد القوانين؟ ليش إحنا كلها ندسها في باكج واحد ومن الصعب أنه نقرأ أو نفتهم أو حتى المتلقي أو المواطن اللي إلى حق على البرلمان العراقي يفتهمه يا أستاذ عماد؟ أنا أقول الكتل السياسية بصورة عامة تبحث عن إنجازات لجماهيرها. هسا أنا أتساءل إذا كان قانون الحشد الشعبي يخص مكون معين تمام وما عليه جدلية، الأخوة الكرد والأخوة السني ليش ما يحضرون بجلسة حتى يمررون هذا القانون؟ أو قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية يخص المكون الشيعي، ليش ما يحضرون بجلسة ويتم تصويت عليه إذا كانوا فعلا أنه يقولون هذا يخص هذا المكون وإحنا ما عندنا ذيك الاعتراضات عليه؟ قانون العفو بإشكالات كثيرة، يشكلون على قضية المخبر السري. بس هو يقول لك هذا مطلب لكل العراقيين، ليش اللي زق بالسنة؟ أبدا أنا أعتقد أنه القانون لا يختصر على شريحة معينة، لكنه هذه الثغرات اللي موجودة بها بمسودة القانون ممكن جدا أنه لا تنصف الأبرياء. هسه ما تنصف الأبرياء هذا بحث، ممكن نشوف إرهابي خارج حدود القوانين يعني حر طليق. اي ممكن وفق مشروع هذا القانون ممكن بفقرات نشوف الإرهابيين خارج السجون بسبب هذا القانون. الأخوة من يقعدون يناقشون هذا القانون يبحثون عن 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 تطبيق عدالة. المسودة اللي اجت عبارة عن ورقة واحدة بالقراءة الأولى وهي تعريف القانون. شنو أخطر شيء بالقانون؟ هسه التعريف، ترى تعريف الإرهاب، تعريف الإرهاب كبير جدا، كبير. احنا الفترة اللي مر بها العراق، هذه الفترة من عام 2014 إلى أنه تحقق النصر، مرت قضايا عديدة. هذا الإرهاب اللي استهدف العراق ما أجى من الفضاء الخارجي، نقول أكو من مول ومن نقل ومن ساعد ومن دعم وكل هذه التفاصيل. أني يجي واحد يفجر لي صهريج بالمسيب يقتل بالألف واحد، بس هذا الانتحار بالسيارة ها هي راح هو في سبيل حاله هو يلقى جزاء يم رب العالمين؟ العقل والمنطق يقول غير، هذا يقول لازم أتابع ومشون دخل ومن موله ومن جهز للسيارة. بس يقول لك القانون كامل من رئاسة الوزراء مدقق وما بأي مشكلة. ما يخالف ست فرح، شنو ما بأي مشكلة؟ القوانين مو نصوص سماوية، القوانين تناقش داخل اللجان المختصة وتنبحث وتجي بطريقة ناضجة. أنا ما من الممكن اليوم هسه بعض الأخوة يريد أن قضية المخبر السري يريد أن يعيد كل التحقيقات التي جاءت عن طريق المخبر. القضاء مو هيك، القانون مو هيك. القانون يقول المحامي للمتهم إذا تبين له عنده أدلة جديدة ودفوعات جديدة المحامي يقدمها وتعاد، ممكن تعاد يعاد التحقيق. أما أجي أنا أنسف كل هذه الجهود بعدين ست فرح
احنا بأبجديات العمل الأمني الأخوة الأمنيين يقولون هو تعاون المواطن، تعاون المجتمع ويا الأجهزة الأمنية. أجي أني كل واحد بلغ على إرهابي أخليه بخانة المخبر السري وعداه، هذه المعلومة اللي قدمها يطلب فلان فلوس ويكره فلان، مو بهذه الطريقة. كيف صارت تصفيات حول موضوع المخبر السري؟ تصفيات شلون يعني؟ تصفيات ثارات، انت بلغت عليه، ذاك بلغ عليه، ايش قد صارت هذه؟ هسه هذا ايش قد نسبتها من عدد الارهاب اللي اجتاح العراق؟ هسه يا خوفنا خاف البرلمان يرجع الارهابيين بتمرير هذا القانون. احنا نقول لما نشوف ونتمشى، هسه خلينا ناخذ بغداد وحده قياس. انا لما اتمشى ببغداد واشوف أعمدة الاناره ما بيها فراغ لمن صور الشهداء من التفجيرات الارهابيه، أجي أنا أقول والله هذا بلغ عليه لأنه يكره خول القضاء والتحقيق، مو قضاء يدوز دقمة ويحكم الشخص، يراجع الأوراق ويطالعها مرة أخرى وغيرها من قضايا. عندكم ملاحظات على قانون العفو العام ممكن يمرر إذا مرر قانون الأحوال الشخصية؟ لا ما أعتقد، ما أعتقد أنه الأخوة داخل مجلس النواب المتصدين لهذه القضية من أجل حق يفرطون بحقوق، هاي حقوق ناس. انت انظر ما يخالف تعتقد انه اكو ابرياء، وانا وياك اعتقد اكو ابرياء بهذا الموضوع، لكن مو على حساب الضحايا، مو على حساب الامهات، مو على حساب الناس اللي فقدت ابنائها. السله الواحده هي القضيه، وين قضيه السله الواحده؟ هو حتى يكتمل النصاب، لانه ما يكتمل النصاب تنسحب الكتل السياسيه. لا عاد رح نرجع على موضوع الثقه، اذا صوتوا لكم لتعديل قانون الاحوال الشخصيه أنتم ما راح تصوتون على قانون العفو العام وراح تبقى المشكلة قائمة. أبداً، قانون العفو العام قانون بلغط كثير، وقانون يحتاج أن يناقش مرة أخرى، وما لأنه هذه القضية ست فرح مو قضية عابرة. زين، هذه قضية بها دماء ناس، أخطر شيء دم الناس. أنا ما بغض النظر عن تمرير القوانين الأخرى، قانون العفو العام سيمرر أو ما يمرر؟ بصيغته الحالية ما أعتقد ما يمرر. إذن أستاذ غسان، مو كل ورقة يتم انضاجها في مجلس الوزراء وتقدم الى مجلس النواب هذا يعني انه نص سماوي مقدس. من حق البرلمان كجهه تشريعيه ورقابيه ان تدرس هذا القانون، تدرس هذا المقترح، وبعدين تناقشه وتعرضه على سياده النواب ويقبلون يصوتون بنعم او لا تمرير هذا او لا، وممكن يرد الى مجلس وممكن الوزراء، وممكن يرد ايضا، وممكن يصحح، ممكن تجرى عليه بعض التعديلات الى اخره، لكن بصيغته الحاليه ما يمرر هذا القانون. شنو موقف الكتل السياسية السنية إذا ما مرر ومررتم قانون الأحوال الشخصية؟ يعني ست فرح لضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الكريمة، حقيقة توضيح مهم جدا حتى يفهم المواطن العراقي، وقلنا من خلال قنوات كثيرة سابقا بخصوص هذا الملف. لا يظن شخص حقيقة أن ممثلي المكون السني وعلى رأسهم الأغلبية السنية هي قيادة أو حزب تقدم ومن معه يريدون إخراج الأرهابيين من السجون، هذا من المستحيل. وقد صرح يعني رئيس حزب تقدم قال نحن من اكتوينا بالإرهاب، بل وهنالك تصريحات واضحة وصريحة أتكلم بهذه الصراحة، يعني قيادات حزب تقدم بينوا قالوا بل نحن نطالب بمحاسبة الإرهابيين الحقيقيين وأخذ يأخذون جزائهم العادل. شنو تعريف الإرهابي؟ أستاذ غسان دقيقة من فضلك، شنو تعريف الإرهابي؟ الإرهابي فقط من فجر نفسه، لو من دعم وساعد ومول؟ مو تعريف الإرهابي إحنا عندنا اختلاف عليه أستاذ غسان. بصراحة يعني ممثلي المكون السني الناس حريصين بكل جد، يعني احنا المتحدث امامك الان حقيقه وليس بمزايد، يعني انا منطي من عائلتي ست اشخاص قتلهم تنظيم القاعده عام 2011، يعني فجر بيوتنا على العوائل والنساء. يعني انا هسه الان اجي من خلال قناتكم الكريمه اطالب باخراج الارهابيين، هذا من سابع مستحيلاته. حتى ممثلي المكون السني لو عاد الارهابيين مره اخرى وخرجوا لا سامح الله، وهذا من المحال. انا اتكلم من خلال قناتكم الكريمه وكل ثقه بكل ممثلي المكون السني، سواء ممثلي المكون السني او باقي المكونات الاخرى المحترمه، بتقديري لن يتاجروا بدماء الابرياء حتى يخرجوا ارهابيين، وانما الهدف والغايه كما يعرف ضيفك الكريم والعراقيين، اكو هنالك شخوص
في السجون العراقية ذهبوا بتهم ظلم وغيرها. أنا أبان تحرير المناطق وكنت فعلي قيادي مع أبناء الحشد والأجهزة الأمنية وهذا مشهور لا أريد أن أزايد. شاهدنا ردود فعل من قبل بعض المواطنين حقيقة باتجاه العوائل الموجودة، يعني أكو عوائل مثلا كانت موجودة في المناطق لم تستطيع عبور جسر بزيبز أو هال تم اعتقالها وكذا. حصل هنا استاذ غسان يعني اكو فقره اكو فقره بالقانون اي بس اسمح لي. بالعكس من خلال قناتكم الكريمه وانا اتكلم نيابه عن مهمتي المكون السلمي وحزب التقدم، بالعكس نحن نطالب بمعاقبه الارهابيين المجرمين القتل لان الارهاب لم يستثني طائفه. استاذ غسان ما اتفقنا على تعريف الارهاب، ما اتفقنا أنا وحضرتك على تعريف الإرهاب، يعني أنت صار أكثر يعني من 5 دقائق تقول الإرهاب، هو من هو الإرهابي؟ أكو فقرة إذا واحد فجر نفسه هذا إرهابي، بس إذا لازم لابس حزام ناسف وما تفجر لا هذا ينشبل بقانون العفو العام. نحن نسمع كثيرا بالشارع العراقي هذا الطرح، هذا حقيقي لو لا؟ يعني ست الكلام حقيقة من المحال، وإنما هنالك اللجان القانونية حصرا المكونة من كل أطياف الشعب العراقي أو الممثلة بالأحرى لأطياف الشعب العراقي، هنالك لجان يعني ذو ثقة عالية من ممثلي المكون بتقديري لن تجازف بأي مسألة بخصوص هذا الملف، يعني ما يجي ممثلي المكون السلمي ويمررون هذا القانون، وإنما أكو هنالك شخصيات من ممثلي المكون السلمي. وضحت الفكرة أستاذ غسان. أو من ممثلي المكون الكردي كلهم يجتمعون. وضحت الفكرة. بخلاصة طيب. نهائية لهذه القضية وحلحلة الثغرات الموجودة بهذا القانون ست فرح. طيب. بتقديري لن يمر جزافا أو بهذه السهولة، يعني قانون عفو عام منطلق لا من المستحيل هذا بتقديري. أستاذ عماد شنو تعليقك على ما تفضل به ضيف الكريم؟ يعني أنا أتمنى أن تكون النوايا صادقة، لكن هنا أنا أطرح تساؤل على ضيف الكريم، إذا هو كلش يعني لديه ثقة مطلقة بالأخوة بنواب تقدم بأنهم لا يريدون إخراج أي إرهابي من السجن، أنا أقول أكو قرارات قضائية صدرت بحق الإرهابيين بالإعدام، يقدرون الأخوة بتقدم يطالبون رئيس الجمهورية بالإسراع بالمصادقة على قرارات العفو القضائية، ما يقدرون. القضية أعقد من هذا ست. شنو المعقد ست فرح؟ لا القضية أنا يعني خلي يعني أنا هاي الحقيقة، هاي القضية مؤجلة من أجل المتاجرة بهذه القضية من أجل القواعد الشعبية، تقرب الانتخابات نشوفهم يتغنون ما أنا سألت هذا قانون السؤال العفو. قال لا راح نسوي لكم قانون العفو، راح نرجع هسه خلصت نغمة المهجرين وإحنا كذا وجرف الصخر هسه القانون العفو. أنا أعتقد مثل ما الأخوة بتقدم كانوا يعرقلون انتخاب رئيس مجلس النواب حتى لا يخسرون قواعدهم الجماهيرية بالأنبار، الآن يحاولون أن يتأخر قانون العفو إلى أن تقرب فترة الانتخابات من أجل يحققون أصوات به على حساب دماء الناس، على حساب ما له علاقة المصلحة السياسية، كل شيء نتوقع بها وكل شيء يصير بها. القضايا عديدة بقانون العفو ست فرح، أنا أعتقد أنه قضية المخبر السري وغيرها وغير تفاصيل بقانون العفو، قضية الأسماء الوردة أسماء بسجلات داعش، شنو داعش مسوي سلفة أم الربع ويسجل أسماء عليك يا الله، غير أكو ناس كانوا متنظمين وياهم داخل هذا التنظيم. إذا أنت مع تعديل القانون قبل مع تعديل فقرات القانون، لأنه هذا القانون بهذه الصيغة لا راح يطلق سراح العديد من الإرهابيين. نعم شكرا جزيلا للأستاذ عماد المسافر المحلل السياسي. شكرا جزيلا غسان العيثاوي السياسي المستقل، كنت معنا عبر سكايب من الأنبار، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. الآن ننتقل إلى استطلاع أعده لنا الزميل شيبان سامي لنتابع. هذه مطرة صغيرة، وإنما إذا مطرة كبيرة في يومين ثلاثة لا تبير بغداد. ليش؟ لأنه ماكو مجاري، ماكو متابعة، زين ماكو مدير عام يطلع من البلدية يشوف المجاري بأنه أكو بها صيانة. وين الصيانة؟ بالنسبة لمنطقتنا يعني دا أشوف يعني الآليات تقريبا اشتغلت، بس
مو بالمستوى المطلوب، يعني يحتاج إدامة، يعني باستمرار تنظيف وهذه حتى تستوعب الموجة هاي مال الأمطار اللي صاير عندنا. مجاري بغداد إذا مطرت الدنيا 3 أيام إلى 4 أيام تفيض، ولا أحرى حتى إذا مطرت يوم واحد تفيض. ليش؟ لأن هي المجاري موجودة ولكن الناس ما جاي تطلع تشتغل عليها، الجهة المعنية ما جاي تنظف بيها. كان من المفترض توسعة المجاري، توسعة البنى التحتية لاستيعاب هذه الكمية من الأمطار الكبيرة جدا. ملفنا الثاني راح يكون عن خطر التغير المناخي والاستعدادات لمواجهة الحالات الجوية المتطرفة في العراق، وأرحب بعدي الجنديل المتحدث باسم أمانة بغداد، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك وجميع المشاهدين. بداية أحب أحيي جهود أمانة بغداد على تفريغ الشوارع من المياه، لكن السؤال هي ليش أصلا غرقت وبعدين فرغتوها؟ طبعا هناك استعدادات كبيرة لأمانة بغداد قبل هطول موسم الأمطار. احنا من يوم 1/8/2024 كانت هناك غرفة للعمليات بتوجيه من سيد أمين بغداد. هاي غرفة العمليات من 1/8 وجه السيد أمين بغداد المهندس عمار موسى الوكلاء والسادة المدراء العامون بالقيام بأعمال الصيانة وإجراء الصيانة لجميع الخطوط الناقلة والخطوط الفرعية. أيضا تم أعمال الصيانة لجميع محطات الصرف الصحي حتى تكون هناك ديناميكية في عمل شبكة مياه الصرف الصحي. جيد. احنا من 1/8 بلشنا مستعدين لموسم الامطار، وشبكه وغرفه العمليات هي مستمره بعملها، بدات اعمالها مع اول قطره لهطول الامطار. كان باشراف السيد امين بغداد استاذ الوكلاء في هذه الغرفه. ايضا هناك تنسيق مع الجهات الحكوميه الاخرى مثل وزاره الكهرباء كانت معنا. المشكله اللي صارت في طفح المجاري في بعض مناطق مدينه بغداد، واللي هي انحصرت في دائره بلديه الغدير وجزء من دائره بلديه مركز الرصافه. حسب تقرير الانواء الجويه اللي صدر من وزاره النقل، قال انه الامطار هذه المره هطلت بشكل غير متساوي مختلف عن المناطق، يعني اللي هطل بهاي المنطقه هو اكثر بكثير ما هطلت يعني امطار في جانب الكرخ. شنو السبب حتى الآن حضرتك ده تقول لي أنه إحنا مستعدين من 1/8 هسه رب وسائل يسأل يقول لك من 1/8 والحد هذا يومنا كل هذه الاستعدادات تمخض الجبل عن فأره. الاستعدادات مو بالمستوى المطلوب. نعم أنا أقول لك الموضوع هو شو هو قضية مو قضية هو ماكو فد شيء انسداد كان موجود حتى إحنا شوية تأخر موضوع إلى ساعات موضوع يعني حتى نسحب مياه الامطار. المشكله اللي صارت هو هطول الامطار بلغت 37 ملم في هذه المناطق. القدره الاستيعابيه للخطوط الناقله لمياه المجاري في بغداد هي 24 ملم. احنا كنا نحتاج وقت حتى نقدر نصرف هاي الكميه من الماء اللي نزلت بوقت قصير وبغزاره. بس عندك شوارع هواي غرقت وكانت بيها الامطار 24 ملم، يعني مو ذاك الامطار اللي استمرت ايام واستمرت. انت تعرف الامطار الغزيره ترى ممكن نقول حق امانه بغداد، لكن ما شفناه ترى امطار لم تكن بشكل قوي يعني. لا بالعكس، شوفي احنا قلنا احنا تقرير وزاره النقل عن طريق الانواء الجويه قالت هناك تفاوت في المناطق، احنا بجانب الكهف ما عندنا مشكله. يعني بس اكو مناطق جانب الكرخ ما ايضا غرقت. لا جانب عندك الغزاليه مثلا. لا الغزاليه قد تكون مناطق غير مخدومه، قد تكون اطرافها، لكن باقي مناطق الكرخ ما غرقت، او اذا صار بها طفح مجاري فهي جزء ساعه ونص ساعه، ما عندنا مشكله. ما يعني هسه الرصافه غرقت بهالشكل هذا والمجاري طفحت عليهم اجلك الله بسبب الامطار، لو بسبب ما بها خدمات، لانه المواطن يقول لك ليش الكرخ زينه والرصافه بها مشاكل. لا هي مو الرصافه، احنا بلديه الشعب ما غرقت. أي برصة ما صارت بيها، ما صار بيها غرق. هو الصدر الأولى بدل الصدر الثانية ما صار عندنا مشاكل بيها. شنو يعني المناطق في بغداد اللي هو غرقت؟ يعني سبحان الله، يعني هطول الأمطار إنه بهاي المناطق صار أكو كمية هطلة أمطار كبيرة جدا بوقت قصير. إحنا شنو المشكلة مالتنا صارت؟ إنه قلت لك هي كمية الأمطار اللي سقطت هي تفوق الطاقة الاستيعابية لخطوط النقل. هاي من جانب. من جانب آخر عندنا بعض محطات الحاكم والكبيرة اللي تقوم بعملية سحب مياه الأمطار طفت عنها الكهرباء الوطنية. زين ليش؟ هسه قلتوا متعاونين ويا وزاره الكهرباء، شلون تطفى عنها وطنيه؟ طفت بسبب عارض بسبب الامطار، لكن هم الاخوان بوزاره الكهرباء ما قصروا، هم ويانا باول باول، كوادر وزاره الكهرباء مشكورين، وقفوا ويانا واستطاعوا بعد مده اعاده احنا من طفت الكهرباء احنا عندنا شغلنا على المولده اللي موجوده بكل المحطات اللي موجوده،
لكن تعرف جنابك والجميع يعرف انه المحطات المولده هي تعمل بنصف طاقتها التصميميه. فهذا الامر ايضا كان احد الاسباب التاخر في سحب مياه الامطار في هذه المنطقتين فقط. بعد اعاده التيار الكهربائي من قبل مشكورين وزاره الكهرباء اعاده عمل المحطات، لذلك تم سحب مياه الامطار، والان هي اغلب مناطق شوارع بغداد هي مصفره وعادت الحياه لها صحيح. بشكل سريع. صار اتسالك، ما اعرف انت شفت فيديو تناشرته مواقع التواصل الاجتماعي حول جسر قرطبه؟ نعم. شفت المي شلون يخر من هذا الجسر؟ هذا جسر حديث. اي نعم. وثلاث مرات صارت به صيانه. اي نعم. يعني المواطن بصراحه ناقم على هذا الشغل، يقول لك هذا شغل مو بالمستوى. لا ما اكيد ما نقدر نقول مو بالمستوى، على قد يكون اعمال قضيه صيانه بسيطه تحتاجها هي جزء. مرات صار بي صيانه؟ ثلاث مرات؟ مو ثلاث مرات، وين اكو ثلاث مرات؟ هي يمكن مره واحده صارت الصيانه الثانيه، وهسه اكو عنده صار في قضيه الصيانه بالجوين شغله بسيطه، لكن احنا ما نريد بالوقت الحالي نسبب ارباك بالشارع ونقطع الطريق ونقطع عند المجسر، هي شغله بسيطه يحتاج لها شغله كم ساعه لتسليك هذا المكان وما اكفد مشكله كلش كبيره بالمجسر. ليش صار اكو شلال في هذا الجسر؟ هو اكيد اكو خلل صار بالموضوع، بس الخلل بسيط في عمليه تصريف المياه عن طريق الانبوب اللي موجود تصريف المياه. هو الخلل مو فد خلل جوهري، هو خلل بسيط جدا يتم اصلاحه وترجع العمل. انا احتاج هذه توضيحاتك، لانه تعرف المواطن في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد قبل ما يفهم، يقول لك هذه الشغل. فهذه الاسئله بدي اوجهها لحضرتك. نعم. هي للتوضيح طبعا مو الي، التوضيح للناس اللي طلبت ان اسال حضرتك هذا هذه الاسئله. نرجع، عندنا متنبئ جوي يقول هذا الشتاء راح يكون ممطر بطريقه غير المعتاد، زين. نعم. احنا اول زخه وغرقنا. نعم. اذا هطلت الايام ثلاث واربع ايام بحسب ما يقول المتنبئ الجوي، وين راح نصير؟ شوفوا احنا جميع كوادر امانه بغداد، من امين بغداد وسادي وكلاء وجميع الكوادر الفنيه هي ملتزمه في غرفه العمليات. احنا من اول الجميع مستنفر، جميع الياتنا هي مستنفره. ايضا هناك خطوط طوارئ كم تم انشائها مع محطات للإسراع بعملية تصريف مياه الأمطار. إحنا سابقاً بـ 2015 و 2014 هاي الكمية من كانت تسقط على مدينة بغداد كنا ننتظر 10 أيام 15 يوم يلا يتم سحبها. هسا إحنا خلال أقل 24 ساعة تم سحب هذه المياه. هذه الأمور ما جاءت بمحض صدفة، يعني هناك إجراءات، هناك أعمال كبيرة قامت بها أمانة بغداد لسحب مياه الأمطار، جهود كبيرة قامت بها أمانة بغداد من خلال الكادر الفني ومن خلال العمال من خلال الفنيين، بقوا تقريبا 24 ساعة هم في الشارع في العمل. شنو المعرقلات اللي شفتوها خلال تفريغ المياه من الشوارع؟ احنا قضية المعرقلات كمعرقلات فنية لا توجد معرقلات فنية، هي بعض الأشياء اللي حدثت مثل انطفاء الكهرباء بسبب العارض هذا، وباقي الإجراءات اللي حدثت هنا بالعكس هناك فريق عمل واحد صار بهاي العملية. احنا بعض الدوائر البلدية تم تصفيرها ولم تحصل بها غرق، تم نقل الحوضيات من هذه الدوائر البلدية الى الدائرة البلدية اللي اشرت عندنا طفح في هذه المنطقة. خطوط الطوارئ تم تفعيلها، تم تشغيل المحطات بطاقتها القصوى للإسراع بعملية سحب مياه الأمطار. أنا بلغت قلت لك أن هاي كمية الأمطار اللي هطلت لو 2014 2015 كان نحتاج 10 أيام يلا نسحبها. هسه اكو خبر عاجل انه رئيس الوزراء وجه وزاره الداخليه الجهد الهندسي الجهات المعنيه بمساعده الجميع المواطنين في حال غرقت الشوارع. نعم. يعني انتم رئيس الوزراء داعمكم والحكومه داعمتكم والمواطن يدعي لكم، لكن سؤال لحضرتك، اليوم احنا عندنا خطط استراتيجيه بعيده المدى لو حلولنا ترقيعيه انه تغرق الشوارع واحنا نفرخها من المي؟ لا اكيد اكيد طبعا لدى امانه بغداد خطط استراتيجيه واعده. زين. احنا عندنا خط استراتيجي اسمه قناه الشرطه، هذا الخط الاستراتيجي هو الان لدى شركه ايطاليه متخصصه لعدة الدراسات والكلف التخمينيه لهذا المشروع. هذا المشروع الطاقه الاستيعابيه الى 400 الف متر مكعب باليوم. هاي المشاريع المهمه، هذا راح يخفف راح يرفع عن احنا عندنا مشكلتنا خط بغداد وخط زبلن اللي هو تاسس من السبعينات، هذا يعني عمره الافتراضي انتهى. احنا حاليا نقوم احنا خلال هذا العام من خلال دائره مجاري بغداد اشرنا على 200 تخسف تم انجاز معظمها الى الان. هذا الموضوع ادى الى نفكر انه شنو الاشياء البديله اللي نقدر نسويها، فاحنا فكرنا نسوي خط استراتيجي جديد اللي قناه الشرطه اسمه، هذا يصرف باليوم 400 الف متر مكعب من المياه. هذا الان في دراسه الاستشاريه، بعد انجازها سيتم احالته لاحدى الشركات المتخصصه
لإنجازه. يعني أريد أسأل حضرتك، ليش دائما الناس تهاجم أمانة بغداد؟ يقول لك كل المستويات يعني ما تقدمه ليست بالمستوى المطلوب على صعيد تأخير، تخسفات الشارع، ليست بالمستوى المطلوب. المواطن ما مقتنع بشغلكم. بالعكس، احنا في ظل حكومة السيد رئيس وزراء السيد السوداني، نعم، هناك طفرة نوعية بأعمال الخدمات اللي تقوم بها أمانة بغداد. احنا ضمن خطة إدارة المشاريع في أمانة بغداد لهذا العام تقريبا انجزنا 90% من 7 مليون متر إكساء وإعادة تأهيل طرق رئيسية وفرعية ومحلات سكنية. هذه لأول مرة تحدث في أمانة بغداد. احنا نكسي 7 ملايين متر مكعب، هذا رقم كبير جدا من الإنجاز، وفي النية خلال العام القادم سيتم توسعة هذا الرقم. أيضا هناك أعمال كبيرة تقوم بها أمانة بغداد، هناك نقلة نوعية للمواطن المنصف، عليه يجوز يشوف الشارع، أكو فرق من ناحية تأهيل الحدائق والمتنزهات، هناك تغيير في واقع النظافة، لكن احنا نطلب أيضا، نعم، نطلب تعاون المواطن بالموضوع هذا. المواطن متعاون وياكم لولا احنا عندنا مشكلة. خلنا نقول الشغلة واحدة بس، خلنا هسه الدور على المواطن مو على أمانة بغداد. احنا الوحيدين اللي عندنا 4 وجبات عمل نظافة، 4 وجبات عمل نظافة، يعني عملية التنظيف تتم على 24 ساعة. ما أكل، احنا نريد من المواطن بس أن يلتزم أنه يجي أول كابسة ويجي يطي النفايات مالته. احنا إفرازات بشكل يومي، وكل ساعة أكو إفراز بالشارع. سيم، بالمناسبة فيما يتعلق بموضوع الإكرامية، يعني العفو عامل النظافة ما يفرغ الزبل إذا ما يأخذ إكرامية طبعا. هذه ممنوع لو هذه حالة طبيعية. أكيد هو هذا الموضوع خارج القانون، وهناك عندنا منصة اسمها بغداد صوت المواطن. هذا التطبيق، هاي احنا أمانة بغداد أول وزارة قامت بهذا التطبيق، هذا خاص بالشكاوى. أي مواطن لديه، هاي رسالة أقدمها من خلالكم، أي مواطن لديه أي حالة شكوى، أي حالة ابتزاز، أي حالة طلب أي مبالغ خارج القانون، ما عليه إلا يقدم شكوى عبر هذا التطبيق. ما يحتاج يجينا، ولا إلى إنه يحتاج إنه يروح الدائرة البلدية، ولا إنه هو قاعد ببيته، بس مجرد إنه يرسل رقم الآلية والتصرف، رقم السيارة يعني، رقم السيارة اللي موجودة، ويطلب بهذا ويرسله عبر التطبيق. هو راح يتابع شكوى المواطن، هو راح يتابع عبر التطبيق هذا. هناك إجراءات، سيد أمين بغداد يعني حذر الملاكات انه اي مخالف الموضوع هذا ستكون هناك عقوبات قاسيه لجميع. هذه رساله من حضرتك للمواطنين حتى ينتبهون، لانه وصلت مناشده انه ابو الزبل اجلك الله ما ممكن يذب الزبل الى ان ياخذ هذه التصرفات، هي خارج القانون. زين، ردت اسالك هسه، احنا تحدثنا عن موضوع الشتاء، موضوع الصيف. نعم. بغداد تعاني من افتقار الغطاء الاخضر. نعم. ما بها اشجار بسبب المشاريع الجديده، هواي اكو اشجار وغطاء اخضر جرف بسبب هذه المشاريع الجديده. نعم. شنو مشاريعكم الاستراتيجيه اللي جعل بغداد اكثر جمالا اكثر خضارا؟ نحتاج هذا الموضوع. طبعا خطه امانه بغداد بهذا الموضوع ضمن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بزراعه 5 مليون شجره في عموم العراق. شنو انواعها لو سمحت؟ من الاشجار البيزيا والاكاسيا اللي تتحمل درجه الحراره، درجه الحراره وتوفر ظل، وهي يعني تلطف من الجو. هذه الاشجار احنا خلال الموسم الخريفي الان، احنا سيد امين بغداد اوعز بزراعه 101 الف شجره من يوم 1/10 الدوائر البلديه. كل يوم هناك مواقع، واستطاعت انه اي كاميرا تردون تصورون اي موقع زراعي، كل يوم هناك موقع لزراعته بالاشجار المعمره. احنا ليش اخترنا 101 الف شجره؟ لان هو يمثل عمر امانه بغداد. تاسيس امانه بغداد هو صار عمرها 101 سنه، فعندنا السيد الامين قال احنا نسوي نزرع 101 الف شجره خلال هذا الموسم. مو بس هذا، هناك مشروع كبير وواعد بخصوص التغيرات المناخيه حضرتك طرحتيه انت. احنا عندنا مشروع هو الحزام الاخضر، هذا اللي دائما المواطنين يسالون عنه. احنا هذا الحزام الاخضر، احنا بدنا نحول مياه الصرف الصحي اللي في مبزل السقلاويه عبر محطات معالجه، نحول هذه المياه الى مياه صالحه للسقي بعد معالجتها. هاي المحطه وصلت نسبه الانجاز بنعتها 80%. بعد ان تنجز هذه المحطه، سيتم نقل المياه عبر شبكه انابيب تصل الى 7 كيلومتر، توصل الى منطقه اسمها الدهله. هناك مساحة اللي تعتبر حزام مدينة بغداد على أرض مساحة مقدارها 940 دونم. خلال موسم الربيع القادم سيتم زراعة 250 ألف شجرة في هذا الحزام كمرحلة أولى. جيد، بس عند المواطن أيضا انتقاد لأمانة بغداد، يقول لك أنه أكو هذا الزرع الاصطناعي موجود في بعض الجسور. طيب ليش احنا نستخدم زرع اصطناعي غير حقيقي مزيف؟ ليش ما نستعوضه بزرع حقيقي؟
احنا بالمجسرات احنا امانه بغداد ما تزرع اي مدخل لاي زرع، هي مو زرع حاطين سندانه من هذا الزرع الاصطناعي. فالمواطن وصلت لي مناشده يقول لك يعني هذا شنو فائدته؟ لا هو منظره حلو ولا هو مفيد حتى ممكن نستفاد منه. كامانه بغداد احنا مستحيل نستخدم الـ اي نبات هو مو طبيعي او صناعي. احنا جميع اجراءاتنا هي عندنا مشاتل، لكل الدوائر البلديه لديها مشاتل تكثير النباتات، واحنا اعداد كبيره جدا من النباتات الموجوده في هذه المشاتل يتم نقلها في كل موسم. احنا عندنا مواسم زراعيه خاصه، احنا ما نقدر نزرع كل الاوقات. صحيح. اوقات البرد ما نقدر، اوقات الحر هم ما نقدر. هناك خريف مواسم وربيع. خريف موسم احنا الان في الموسم الخريفي لازم. نعم. احنا خاصه حضرتك ذكرت الاشجار اللي هي البيزيا، اشجار قويه تتحمل درجات الحراره، لانه احنا البعض نشكل على الامانه انه يزرعون الورد، اوكي هو شيء جميل وايضا مريح للعين، ولكن ما يكون مصدات للغبار ولا الريح. فاعتقد انه هذه الخطط ستساهم في تنقيه الاجواء العراقيه. خططكم الاخرى استاذ عدي؟ احنا يعني من خطط امانه بغداد خلال المده القادمه سنعلن عن تقريبا 90 مشروع يخص تطوير واقع الطرق، وجزء منها هو اعاده تاهيل او انشاء حدائق جديده ومتنفسات للمواطنين. ايضا هناك مشاريع لتاثيث وتزيين الشوارع. احنا ننتقل الى وقت يختلف عن الاعوام السابقه. السؤال الاكثر اللي صدعني من خلال اليوم الصبح ولحد هذه اللحظه، اذا مطرت امطار قويه راح يعطلون الموظفين، الشوارع راح تكون غرقانه وما يقدرون يرحون الوظائفهم، خاصه طلاب الكليه والمدارس. شنو تعليق حضرتك؟ احنا بالنسبه ان كل شبكات مياه الصرف الصحي والامطار هي جاهزه، كل الكوادر هي مستنفره، وكنا جاهزين وما عندنا اي مشكله بالموضوع هذا. خطوط الطوارئ اللي تم انشائها حديثا، هذه خطوط الطوارئ احنا مثلا كل سنه تاشر عندنا تجمع المياه الامطار، خلال الموسم اللي بعده يتم عمل خط طوارئ. هذا الخط الطوارئ شغلته يعمل اثناء هطول الامطار فقط. نشغل خطوط الطوارئ، نشغل محطاتنا، احنا ان شاء الله حنكون مسيطرين على الموضوع هذا في حاله ضمن القدره الاستيعابيه لشبكات مدينه بغداد. خلينا نقول اذا فوق القدره الاستيعابيه شيء مثل ما صار عندنا البارحه، يعني هو فوق القدره الاستيعابيه لهذه المنطقه، ولكن ممكن معالجته بسرعه. يعني احنا اقل من 24 ساعه احنا تم هذا رساله بعد للمواطن. اكيد طبعا. أوكي. خلال اقرب وقت، لان هناك خليه نحل كانت تعمل لإنجاز هذا الموضوع. شكرا جزيلا للأستاذ عدي الجنديل المتحدثة باسم أمانة بغداد، نسأل الله لكم كل التوفيق إن شاء الله على ما تقومون به. شكرا جزيلا. شكرا على كل هذه الإيضاحات. ختام هذه الحلقة سيكون بموجز لأهم أخبار هذا اليوم، تابعونا. رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يلتقي برئيس مجلس النواب محمود المشداني ويبحثان سبل التعاون. البلاد تتعرض لحالة جوية مضطربة، والسحب الركامية السوبر سيل تدخل، ونصائح بتجنب السفر البري. بحضور الرئيس كيم، كوريا الشمالية تختبر أقوى صاروخ استراتيجي في العالم حسب وصف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا. كشف مدير هيئة مشاريع الري في وزارة الموارد المائية خالد شمال أن توقيع رئيس الوزراء محمد السوداني الاتفاقية الأخيرة مع تركيا هو لحفظ حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة. وأيضا من ضمنها نتائج زيارة السوداني لتركيا هي حفظ الموارد المائية للعراق. الحصاد انتهى لهذا اليوم، شكرا لكرم المتابعة وتصبحون على خير.